رجعنا الجزائر للسكن تاعها وبدات تسجل ايجابيات تلو الايجابيات. وصلنا اليوم الحمد لله الى دوله محترمه محترمه من الخصم قبل الصديق وقبل الاخ، لان دوله ما تمدش يدها، دوله تدير الخير في كل المحيط نتاعها. واحنا ماذا بينا كل المحيط نتاعنا كلهم دول شقيقه وصديقه. دوله النيجر دوله شقيقه، دوله ليبيا دوله شقيقه، دوله مالي دوله شقيقه. نساعد بقدر ما نساعدوه، بالاقل ما يجيهمش البلا من عندنا حنايا.